كلمة شكر لاعطيتونا هذه الفرصة باش نتكلموا على جائزة الكبرى الحسن الثاني في ليديسيون 38 38 ديالها واللي تنظمها النادي الملكي للمرة السابعة على التوالي. فيما يخص التنظيم فكي تنقول ديما فماشي النادي الملكي اللي كينظم، مراكش تيمتاز بهذه البادرة هذه او انه مدينة مراكش هي اللي كتنظم. فمن هذا الباب تنشكر ولاية السيد الوالي على ولاية جهة مراكش والسيدة العمدة والسيد رئيس الجهة اللي متابعين معنا التنظيم ومدونا بمساعدات لا مادية ولا معنوية. الحمد لله التنظيم كي قلت لكم المرة السابعة اللي كنظموا هذا الدوري هذا، فعندنا واحد الفريق اللي في الحقيقة ديال المكتب اللي رضي في هذا التنظيم هذا، فكاينين بزاف الحوايج اللي جدناهم جداد. وفي الحقيقة كيف كنخدموا هو أنه تنشوفوا هذاك التقرير ديال لو سوبرفيزور اللي تدار ديال السنة الفارطة، وتنشوفوا هذوك الملاحظات اللي دارهم هذاك لو سوبرفيزور وتنجاوبوا عليهم. فكان طلب من عندهم باش نبدلوا الإضاءة ديال الملعب الرئيسي بإضاءة ديال الليد، هذا ما درناه. كان طلب عندهم باش هذوك لي فيستير يكونوا تعاودوا ويكونوا دي فيستير كبار، درنا لهم هذاك الشيء. وارضيه الملاعب اللي عودناها في الحقيقه كلها، فكاين دول كثيره اكثر من 25 دوله مشاركه اللي مشاركه في هذا، ما كاين الولايات المتحده الانجليز والدول الاوروبيه فرنسا، كاين 25 دوله اللي مشاركه في هذا الدوري هذا اللي قلت هذا الدوري هذا اللي تيمر تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله. نعم، الجديد بالنسبه لهذا الدور هذا والجديد كي قلت فكان طلب ديال لاطيبي باش نجددوا نعاودوا الارضيه عاودناها، كان نورمالمون الاضاءه ديال الملعب الرئيسي كان لي فيستير تا هما، ولكن الجديد هو المشاركه كاينه مشاركه في الحقيقه ديال اللاعبين الكبار لانه الغيبوند لهذا الدوري هذا، كاينه مشاركه اللاعب فافرينكا اللي هو عنده في البالماريس ديالو 3 كرون شليم، وكان في هذوك الوقيتة فاش ربح دوك لي 3 كرون شليم كانوا معاه لاعبين كبار، كان لاعب نادال، كان لاعب فيدرير، كان لاعب جوكوفيتش، ولكن تمكن باش يفوز في هذاك الوقت هذا ديال 3 كرون شليم. وكاين اللاعب لاسلو جيري اللي هو لو سيرب اللي هو كان مصنف من العشرين الاوائل، وكاين اللاعب الانجليزي ايفانس حتى هو اللي لاعب كبير اللي مصنف من العشرين الاوائل، وكاين لاعب كوفان البلجيكي اللي حتى هو كان من العشر الاوائل عالميا. نعم، بالنسبه للمشاركه المغربيه واش كاين شي الاف باش يوصلوا اللاعبين المغاربه لادوار متقدمه؟ والمشاركه المغربيه كنظن بانه في الحقيقه كي قلت راه كاين لاعبين كبار، دونك اللاعبين المغاربه كتعطيهم بطاقه الدعوه، عطيناها اللاعب بن شتريت المغربي اللي لعب مقابله، دار مقابله جيده، لعب في الحقيقه كرو ماتش ولكن ما صعدوش الحظ ونهزم فيها. وكانت مشاركة ديال اللاعبين شبان في الصفورة التأهيلية ماشي في الصفورة النهائية اللي كان لاعب كريم بناني، وكاين حمزة كربوصي اللي شاركوا، ولكن ما استطاعوش لعبوا مقابلة جيدة، ما استطاعوش يدوزوا الصفورة النهائية. والفكرة كانت جاتنا في 2019 نهار كان شارك معنا اللاعب الكبير زفيريف، فكنت تنقلبوا على شي موقع فين نديروا واحد البادره هذه، وفكرنا في ساحه جامع الفنا لانه سان باتريمون مونديال، ساحه جامع الفنا اللي معروفه عالميا، دونك تنحاولوا درناها في 2019 تكلت بنجاح كبير. كان طلب ديال السيد رئيس الجامعه اللي كان طلب منا باش نعاودوا نديروها، اللي مشكور من هذا الباب سي فيصل العريشي اللي باش نعاودوا نديروها كل سنه، ولبينا هذاك الطلب لانه تتعرف واحد النجاح كبير، راه تنترسي واحد الملعب في وسط ساحه جامع الفنا وتيجيو لاعبين كبار في هذه الدوره هذه، كان لاعب فافرينكا اللي حضر معاهم، كان لاعب ايغو، كان لاعب المغربي يونس العينوي وهشام رازي ولاعبين اخرين اللي شاركوا ولعبوا مع الاطفال تما، لعبوا مع الناس مع السياح، وهذا عطى واحد الاشعاع كبير جدا. دونك نداء لجميع المراكشيين والنداء للجمهور المغربي باش يحضر بقوه معنا
ومن جميع انحاء المغرب، لان سيغتو كاين الدخول بالمجان.